السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بنتعرف على طريقة مثلى لحل مشكلة السبيلينج في اختبار الليسنينج. كيف أحل مشكلة السبيلينج؟ احنا نعرف أن السبيلينج شيء مهم في اختبار الآيلتس. مثلا إذا كان عندك حرف واحد خطأ في الكلمة فإنك ستخسر الدرجة كاملة، فلذلك لازم أن يكون كتابة الكلمة صحيحة 100%. طيب كيف أكتسب هذه المهارة اللي هي سبيلينج؟ طبعا إحنا نعرف حتى أصحاب اللغة اللي هم يخطئون في كتابة بعض الكلمات لصعوبتها، خصوصا الكلمات الأكاديمية. فلذلك هناك طريقة واحدة فقط لحل مشكلة الليسنينج اللي هو البراكتس على طريقة كتابة هذه الكلمة. طبعا الكلمات اللي تجي في اختبار الآيلتس تقريبا 1200 إلى 1300 كلمة، فهي مجموعة لدينا في قائمة كما نرى أو كما ترون هنا. هذه هي القائمة اللي هي 1200 كلمة لاختبار الليسنينج، فيجب أن تكون ملم بهذه الكلمات أو سبيلينج لهذه الكلمات قبل اختبار الآيلتس وتسوي براكتس. طيب حاول توزع هذه القائمة اللي هي 1200 كلمة، 90% أو 60% منها كلمات مرت عليك، يعني ممكن تكون أنت أوريدي عارف سبيلينج، لكن للتأكيد فقط لتتأكد من أن يكون كتابة الكلمة تكون صحيحة 100%. أيضا بعضنا تعليمه يكون أمريكي، والتعليم الأمريكي الكلمات الأمريكية تختلف اختلاف كبير عن في المعنى عن الكلمات أو في الاستخدام عن الكلمات البريطانية. فمثلا هنا dates of the week اللي هي أيام الأسبوع لازم تحفظ spelling، وهذه تتكرر خصوصا في section 1. section 1 في اختبار listening يجينا الأيام، فيجب أن تعرف سبيلينج لكل يوم من الأيام، وهذه كلنا نعرفها، لكن للتأكيد. مثلا هذه الكلمة جدا يخطئ فيها الكثير من الطلاب ويخسر درجة، والدرجة الواحدة ممكن إنها تطلعك الثلاث درجات، هي تعتبر نص. يعني مثلا إذا جبت ثلاث درجات وانت جايب خمسة، خسرت ثلاث درجات تكون تجيب أربعة ونص. إذا أخذت هذه الثلاث درجات تجيب الخمسة، فالثلاث درجات مهمة. فلو تضيع درجة على السبيلينج، وإحنا ضيعنا درجات كثيرة في السبيلينج. إذا أيضا هنا الشهور كما نرى، شهور السنة أيضا تحفظ الشهور وتأتي في section 1 أيضا. أيضا هنا اللي هي المسائل المالية أو غيره، اللي هي كاش، السحب والكريدت كارد، وهذه أيضا تجي في section 1، أيضا تأتي في section 1، وقد تأتي في section 2 أيضا. subjects اللي هي المواضيع اللي هي يعني ايش السبجكت اللي مهتم فيه او المواضيع التي كتب فيها او هذه، وهذه ايضا مهمة. فمثلا تقريبا هذه تقدر تخلصها في يوم اقل من، يعني تخلصها في في في, في ساعة واحدة هذه المجموعة إذا كنت مركز، لأنك already أتوقع تكون أنت عارف هذه لكن للتأكد، وهذه أيضا تكون ملم فيها لكن للتأكد من spelling. فبيكون تمرينك هو على هذه وأيضا على subject، فلن يأخذ منك وقت إلا ساعة في اليوم. لو وضعت لك جد في أثناء جدولك الدراسي أو الخطة الدراسية لك لاختبار الآيلتس، لو وضعت بس
ساعة للسبيلينج أو نص ساعة للسبيلينج يوميا، صدقني ستحصل على درجات عالية. أيضا هنا كما نرى بالنسبة للجامعات الصادقة كوليج أو الجامعة، طبعا هذه كلمات خاصة بالجامعة، هذه تأتينا في سكشن 3 وسكشن 4. سكشن 3 وسكشن 4 إنهم يتكلمون في هذه المواضيع، يتكلمون في المواضيع الأكاديمية والدراسية. أيضا هنا الماركتينج اللي هي أيضا مواضيع تجي في سكشن 1 و 3، سكشن 3 وسكشن 4 والهيلث. هذه بالنسبة للمشاكل الصحية ممكن تأتي في سكشن 1 بعضها، وبعضها يكون في سكشن 3 4. الطبيعة كما نرى وما يتعلق بها من كلمات أيضا، وهذه أيضا مهمة. البيئة وما يتعلق منها بكلمات، وتأتي كثيرا في سكشن 3 و 4. والمملكة الحيوانية كما نرى أيضا مهمة، والمملكة النباتية أيضا، وكما نرى اللي هي countries أكثر الدول التي تأتي، أو أسماء الدول التي تأتي في اختبار الآيلتس. لازم تكون من لمبه ساوث امريكا، نورث امريكا، افريكا، اسيا، اوروب، استراليا. هذه دائما تاتي، فيجب ان تكون ملم بالسبيلنج اللي هو لاستراليا وايضا اوروب، فايضا بريتش. عندك الكونتريز اللي هي الدول، لازم عندك ايضا تحفظ السبيلنج. languages اللي هي أيضا اللغات. أيضا كما نرى، فأيضا هذه أيضا مهمة. وممكن اللي يختبر منكم اختبار في listening يجد أن هذه الكلمات مرت عليه في الاختبار. أيضا sports والهوايات وغيرها وهكذا. فيجب أن تحاول أنك تحفظ هذه الكلمات وتلم بها إلمام كامل قبل دخولك لاختبار الليسنينج. سوف أضعها في الديسكرايب، تستطيعون أن تحملون هذه الورقة. طبعا هي حاول ترتب يومك بحيث أنك تحفظ كل يوم مجموعة من هذه الكلمات وتراجع وتكون ملم بها قبل دخولك لاختبار الليسنينج، لأن هذا الأسبوع كان عن اختبار الليسنينج. إن شاء الله بعد يومين إن شاء الله بننزل قوالب الرايتنج. قوالب الرايتنج بتكون عبارة عن قوالب اللي هي زي قوالب الكيك، إنك تجي بس تحط أفكارك ويكون معك أقل شيء 100 إلى 150 كلمة في كل مهمة، في كل تاكس. مثلا تاكس 2 هو 250 كلمة، بيكون معك 150 كلمة، و50 و100 كلمة عبارة عن أفكارك والأمثلة اللي بتحطها. بالنسبة للسكشن 1 بيكون عندك 100 كلمة و50 كلمة عبارة عن الديسكرايب، وش اللي بيكون الوصف حسب الوصف اللي عندك، وبنشرحها خطوة خطوة. طبعا القوالب بتكون أيضا لكل نوع من أنواع الأسئلة قالب خاص فيه، فلازم تكونوا مركزين إيش نوع السؤال. هل هو advantage or disadvantage؟ هل هو argument؟ هل هو cause or effect problem solution؟ وهذه لازم إنك تتأكد إيش نوع القالب، وتعرف القالب إيش السؤال اللي نقدر نستخدم هذا القالب فيه. إذا استخدمت القالب استخدامك الصحيح فستحصل على درجات عالية من 5.5 إلى 7 بإذن الله، حسب أفكارك اللي بتنزل. بالنسبة للتاكس تاكس المهمة الأولى تاسك 1، هي مهمة طبعا تعتبر صعبة لأنها ديسكرايب. فأنا بنزل لكم طبعا قالب سكشن 1 اللي هو لللاين جراف، وايضا قالب خاص ب اللاين جراف والتيبل، بحيث تكون تقدر تستخدمها لللاين جراف ايضا للتيبل. ايضا
فأنزل لكم قالب آخر هو للماب، بحيث تقدر توصف ماب أو خريطة أمامك أو بلان قدامك، وهذا يأتي كثيرا. وأيضا بحاول أنزل لكم قالب أيضا للباي شارت والبار شارت، بحيث تقدر تقارن بين العناصر، وحيث كلمات قوية وأكاديمية تساعدك في المقارنة وتساعدك أيضا في اختصار الوقت في الكتابة، لأن صراحة وقت الكتابة قصير جدا. ووفقكم الله إن شاء الله، بعد يومين بننزل أول قالب اللي هو لأدفانتج ديس أدفانتج. بالتوفيق.